تعالى يا استاذ خالد. الله الله يوسع عليك، ايه الجمال ده؟ الله يوسع عليك، دي من سمات شخصيتك. يا رب يوسع علينا جميعا. يعني بتقولها انت على طول صح؟ اه بحبها. الوسع حلو يا طلعت. اه والله اصل الوسع وسع هنا، اه وسع القلب وسع العين وسع، مش وسع الجيب. مش وسع الجيب، اه اللي هو ربنا يوسع عليك من كل النواحي، تعرف تاخد نفسك بحريه، تعرف تشوف بافق واسع، تعرف تفكر بحلو وكده. بس تجربه حلوه يا خير، عايزك تعملها. ايه دي؟ انك تبقى مذيع. لا لا انت صايع اصلك. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الدماغ فيها ايه. ضيفي النهارده لو قعدت اتكلم عليه كتير مش هوفيه حقه، بس هو صديقي جدا، انا بحبه جدا، قريبين جدا في الشبه بيننا وبين بعض، عفريت تمثيل. لو قلت اسم شخصيه واحده بس عملها انتوا هتعرفوه على طول، بس انا حابب اتكلم عنه لانه ممثل قوي بجد وتقيل وعنتيل باللغه بتاعتنا، واي حد بيمثل قصاده بيعمل له الف حساب. شفناه في افلام كتير جدا في الفتره اللي فاتت، عجبنا جدا اداؤه، تالق نور، ربنا يزيد نوره يا رب. لغايه لما قدم لنا في شهر رمضان اللي فات فرج خنزيره، طبعا اكيد عرفتوه، حبيبي واخويا وصاحبي خالد صالح. حبيبي ربنا يحفظك يا طلعت، ربنا يحفظك. ربنا يخليك يا حبيبي. كلام جميل، اتمنى يا رب اني ابقى قد، وخصوصا ان يطلع من ممثل جميل زيك. بص يا خالد، احنا طبعا احنا اصحاب واحنا جيل واحد واحنا بنحب الخير لبعض جدا. نعم الحمد لله. وفي ناس واخده انطباعات ان في تنافس قوي جدا بيننا، بس هم ما يعرفوش ايه طبيعه العلاقات الخاصه اللي بيننا وبين بعض، واحنا بنحب بعض قد ايه، وبنحب الخير لبعض لابعد الحدود. الحمد لله. وانا عارف ان انت لما بتشوف طلعت ناجح انت بتحس انك ناجح. لا لا خالص، انا متضايق جدا، دي الحقيقه. انا اسف انا اسف على الجمله دي. لا لا اقول لك على حاجه بتحصل كويسه قوي. ان طول الوقت طول كل ما انت بتعمل افلام حلوه بيجوا يهنوني الناس في اي مكان انا فيه. والله هنوني مؤخرا على حاحة وتفاحة. وهنوني على الإيرادات القوية اللي أنا جبتها. كنت دايما أقول لهم يا جماعة اوعوا تروحوا تهنوا طلعت على تيتو أو على حاجة من دينا. لا أنا تهنيت طول الوقت في الحقيقة، الحمد لله. أنا تهنيت على حرب إيطاليا. على حرب إيطاليا. تمام جدا. فعلا الناس جم سلموا عليك. فيش قلت ده أنا ولا طلعت، ما يعني قريب قوي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ويا رب نفضل قريبين كده ونفضل صحاب. امين يا رب. انا كنت طالع كوبري اكتوبر، لقيت العربيه وقفتني قالوا لي كنت تجنن في حرب ايطاليا. الحمد لله. فطبعا على مطلع الكوبري يا خالد مش هتقف تشرح للناس. طبعا. تقول لهم ده خالد صالح اللي هو احنا قريبين الشباب من بعض. فتلقيت، فقلت لهم ألف ألف شكر. فأنت أكيد لما قالوا لك حاحة قلت لهم برضو ألف ألف طبعا شكر. طبعا بس طبعا طبعا. هو والله النجاح بيصب في النهاية عموما بقى، بيصب في النهاية في إن في فن حلو بيحصل، وفي الحمد لله رب العالمين جيل طالع بيحاول على قد ما يقدر يعمل حاجة كويسة. وأعتقد إن الدليل على ده الحمد لله، الحمد لله نجاحك في الفيلم الأخير. لا نزكيك على الله ولا نزكي أنفسنا على السادة المشاهدين. يا حبيبي ربنا يخليك. بس اللي ما قالوليش عليه، اللي ما هننويش عليه انا شخصيا، فرج خنزير، لانك كنتش كويس فيه. كنتش كويس. خالد احنا برنامجنا اسمه الدماغ فيها ايه، عايزين نعرف دماغ خالد صالح فيها ايه دلوقتي. فيها حاجات كتير قوي، فيها حاجات كتير تخص المستقبل والولاد والفن، جوانب كتير عايشينها طول الوقت مليانه بالدماغ. بتشغلك الفتره اللي جايه طبعا، بس هو بيني وبينك لما بيبقى في تفكير في الشغل او في شخصيه انت بتلعبها، دي بتاخد فعلا من وقتك ومن دماغك ومن تفكيرك ومن الاشياء التانيه مساحه كبيره جدا. فممكن كل اللي بفكر فيه دلوقتي الشخصيه اللي بلعبها، الفيلم اللي انا داخله وكده.
اظن اكتر شخصيه بتشغلك اللي هتلعبها مع الاستاذ يوسف شاهين. يا رب يا طلعت ان شاء الله. مش كده؟ ان شاء الله. انا حاسس بيك وحاسس ان دماغك بتفكر ازاي، التجربه دي هتبقى عامله ازاي مع النجم الكبير المخرج العظيم ده، فانت اكيد حاسب لها الف حساب من دلوقتي. عايز اقول لك ان انا بعتبرها مرحله يعني فارقه في حياتي الفنيه. ان اشتغل مع يوسف شاهين تاريخ طويل جدا، نجاح كبير قوي، نجم بالمعنى الحقيقي يعني. فان هذا الرجل يختارني عشان اعمل معاه شغل في الحقيقه انا فخور جدا وسعيد جدا طبعا. ويا رب يتمم لك التجربه دي بنجاح وتتالق فيها ان شاء الله. بس انا كنت عايزك لما تقعد مع الاستاذ يوسف شاهين، لان انا ما بشوفوش خالص او ما اعرفش هو يعرفني او لا. لا العفو. انتوا اكيد يعني بتجتمعوا مع بعض دلوقتي عشان الفيلم، اساله بس قول له ايه رايك في حاحه وتفاح. سؤال خبيث يا طلعت. ماشي جميري. بس وتبقى تكلمني في التليفون تقول لي قال ايه، لان مش هينفع نقول اللي قاله واحنا بنسجل كده. خالد، عرفنا باسرتك، تقول لنا خالد صالح متزوج طبعا الحمد لله. الحمد لله متزوج، وزوجتي طبيبه امراض نساء ولاده. ويعني لو لي ان اتوقف فعلا من احمد ربي ان دي نعمه كبيره عليا، ان هذه الزوجه بالتحديد هي المره اللي اختارها لي ربنا سبحانه وتعالى، لان انا مدلها بمحطات كثيره جدا في حياتي، وعندي احمد 14 سنه وعليا 10 سنين. ربنا يحفظهم لك، واحنا بنضم صوتنا لصوتك وبنوجه لمدامتك الشكر يعني. اكرمك الله يا حبيبي. ودايما بيقول وراء كل راجل عظيم ايه. والله امراه اعظم. خالد، الولاد بيفرحوا بيك؟ بيفرحوا بيك. بس دي مرحله لاحقه، عايز اقول لك دي مرحله لاحقه يعني. بيفرحوا بيا الحمد لله. وعليا قالتها بمنتهى الوضوح وعبرت عن نفسها خالص. قالت لي يا بابا انا فخوره بيك. دي كانت كلمه مهمه جدا بالنسبه لي. ليه؟ لان فيما قبل بقى من مرحله سابقه كان في كلمه تانية اللي هو بابا لما يسالوني في المدرسه حضرتك بتشتغل ايه، اقول لهم ايه، انت محامي ولا تاجر ولا ممثل. فما فيش ممثل طلعت يقول يعرف نفسه لحد يقول له خالد صالح ممثل. هي يعني الممثل يبقى معروف مش كده. فعايز اقول لك ان 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 المعنى ده ان يوصل لهم والمساله تثبت الحمد لله بفضل ربنا، دي مرحله عظيمه انا بحسها فعلا. فانا فرحان بفرحهم وباحساسهم بنجاح الحمد لله. امتى قالوا لك ان هم فخورين بيك جدا، وبعد انه دور بالظبط؟ بعد تيتو. بص يا خلود، احنا عندنا شويه مواضيع بنتكلم فيها، المواضيع دي انا بقولها لك وبعرف انت دماغك بتفكر فيها ازاي. تمام. اول موضوع يا خالد بيقول لك في مجتمعاتنا العربيه نظره غير سويه للمراه المطلقه، والاسر بترفض ان اولادها يتجوزوا مطلقات، لكن الحال دلوقتي بقى تعادل. في دراسه اجريت بتؤكد ان قانون الخلع قيد حريه الرجل المخلوع، حيث بلغت نسبة رفض النساء من في الزواج من الرجل المخلوع 61%، يعني المخلوع بقى زي الست المطلقة. ايه رأيك في نظرة المجتمع للمرأة المطلقة والرجل المخلوع؟ بس عشان نتكلم في دي لازم نقول ان النظرة الغير صحيحة للمرأة المطلقة عفوا بنحطها في وضع مش لائق يعني. عايز اقول ان ده من ضمن او من مجموعة نظرتنا الخاطئة لبعض الحاجات في حياتنا. دايما بيبقى عليها رقابة الست دي، مش كده؟ عليها رقابة دايما احنا بنخاف من الخبرات اصلا، احنا بنخاف دايما من المعرفة والخبرة. بننظر دائما للمرأة المطلقة على أنها سابقة خبرة حياتية، وتم خلاص
تعاملها مع بيت وأسرة واوا، ففي طبع بقى جواها من وجهة نظر الرجل اللي عايز يتزوج، هو عايز يبقى مشارك في هذا التطبيع مع المرأة، يطبع منذ البداية. فإنما أنا مش هجيب حد تم تطبيعه وعنده استراتيجية ممكن أعملها في البيت، عنده يوم بني خلاص، أنا عايز حد نبني مع بعض يومنا. أعتقد إن دي بتبقى وجهة النظر، ونفس وجهة النظر برضو بالنسبة للرجل المخلوع، رجل المخلوع. سابق التجربة، سبق تجربته قبل كده، ومعنى إنه للأسف دائما لما بيبقى فيه خلاف بينتج عنه طلاق، دايما بنبقى عايزين حد غلطان، في حين ان مش بالضروره يبقى في حد غلطان، ومش بالضروره يبقى الطلاق نتيجه ان في حد غلطان، ممكن يبقى الاثنين مختلفين. فقد يكون هذا الاختلاف ما ينفعش العشره مع اننا مختلفين قوي كده، وقد يكون هذا الاختلاف في بعض الاحيان سبب للانجذاب ما بين الشخصيات. فمش بالضروره هذه المطلقه او هذا المخلوع يبقى شخص غير جدير باقامه علاقه جديده. بس عايز اقول لك ان دي من ضمن معطياتنا الكتير قوي، نظرتنا للمدرس وخصوصا لمدرس ابتدائي، ما هي دي نظره برضو مش يعني مش 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 منضبطه ومش مظبوطه. خلينا عايزك تفك شويه، يعني انت ليه محسسني ان انا مذيع مهم؟ يعني لانك مذيع مهم. لا لا، يمكن الشكل عامل شكل المذيع، انما من جوه انا اقول لك لا والله، هي حاجه تخصني انا يا طلعت. في ناس بتبقى جاده شويه، خلي بالك يعني هو ده الحياه من وجهه نظر جاده بعض الشيء. انا كده اقول لك بقى كمان اللغه، عشان انا اتربيت في الازهر، يعني تنشئه ازهريه، فكان سمع اللغه العربيه طول الوقت هو السائد. يعني انت تعرف ان انا بمثل مثلا باللغه العربيه احسن، او بالنسبه لي هي اشبع من اللغه العاميه واسهل، ومع ذلك ما عملت لناش ولا مسلسل ولا حاجه لغه عربيه خالص. بس عايز اقول لك ان التركيبه نفسها جت من هنا بس. انما انت طبعا مذيع مهم. لا يمكن الشكل عامل شكل المذيع. من كام سنه كده كان في ماركات عربيات معروفه كانوا بيطلقوا عليها اسماء فنانات مشهورات، زي مثلا عربية أطلقوا عليها عيون صفية بالنسبة لمين؟ صفية العمري. وعربية تانية قالوا عنها ليلى علوي. وفي عربية قالوا عليها هياتم. وفي دلوقتي موجود يا خالد ملابس بأسماء الفنانات. يعني جيبة روبي، بنطلون هيفاء، جلابية نانسي. هل تعتقد أن الفنان يمكنه توجيه رأي وذوق الجمهور؟ طبعا هو يعني ده بديهي. بس هو انا شايف ان اللي بعد بقى ده، يعني طبعا اي يعني الممثل او الممثلة الفنانة، اي حد السياسي اللي عنده بريق، اي حد عنده كاريزما في الدنيا بيبقى نموذج بيقلد. بس هي المشكلة الحقيقية بقى، بما اني ادركت اني انا نموذج واقلد، انا عايز اتقلد ازاي؟ بس هو ده الموضوع. انما طبعا الممثل او الفنانه المشهوره طبعا ليها جمهور بينقاد ليها. تفتكر لو عملنا مثلا بنطلون خالد صالح شكله بيعمل ازاي؟ هيبقى لونه كحلي مثلا. هيبقى مريح قوي، بس مش بالضروره شكله يبقى حلو قوي، بس هيبقى مريح. يعني الحاجات الايطالي اللي تلبسها تحس انها مريحه كده، او في مصري مريح قوي. بس المصري بيبقى غالي، نجيب الايطالي ارخص. طب جاكيت احمد السقا. جاكيت احمد السقا ايطالي برضه. احمد السقا عشان يعي، عشان يتحرك فيه بسهوله. طب قميص محمد النيدي هو صغير صيني. صيني بجامد طلعت زكريا. كاستور. كاستور عشان شعبي، هو بيجيب فلوس كتير دلوقتي. اعزائي المشاهدين، والان مع المطرب خالد صالح.
ارتاحت روحي بيك وعرفت طعم الدنيا بيك، مشيت خلاص وما قلت ليك انا اعمل ايه؟ تنساني ليه بالله عليك؟ ده انا قلبي حياته روحه فيك، وازاي هيجيله حبيب ونور لو مش ليك؟ انا قلبي كنت بخاف عليك، شفتك معرفش جرالي ايه، حبيت وخلاص ما حسبتها ولا قلت لي كان حلم ده ولا كان خيال، لا ارتحت ولا بيرتاح لي بال، ريحني وقول لي ازاي البار اقدر عليه. الله الله يا عم خالد، لو مش لاقي. الله 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 الله. فاكر زمان يا خالد، يعني امنا وابونا والجيره زمان اما كانت جارتنا عامله رز بلبن فتروح بعت لامي عشان تدوق، وبعدين امي عشان ترجع لها الطبق ما بترجعوش فاضي. الله ما انت اهو ما ينفعش فاضي، تحط لها فيه اي حاجه. طبعا شفت العلاقات الجيره يا خالد كانت عامله ازاي؟ طبعا. ايه اللي حصل لنا؟ ابتدينا نشيل الحاجات اللي داخلين بيها البيت في كيس اسود عشان ايه؟ عشان ما حدش يشوفها. الله. ابتدينا نعرف ان الاقساط اليوميه او الشهريه عم خلينا عاملين كده، فمش شايف جاري، مش شايف اللي اقرب من جاري، ما بقتش شايف ابني اللي في البيت، لاني انا منغمس في حاجتي الخاصه قوي. الحياه بقت ماديه، والماديه مش معناها فلوس، الحياه بقت ماديه يعني حاجات بتتعمل طول الوقت ملموسه، ما بقاش في وجدان. الوجدان الوجد الجار انا 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 اتصور ان انا وانا صغير كنت بقعد عند جيراننا اكتر ما بقعد في البيت والله. طبعا وده كان بمباركه ورضا اهلي تماما يعني. وكان فعلا لما يعملوا اي حاجه احنا بندوقها. بس عايز اقول لك على حاجه، انا وانا طالع دلوقتي امبارح او اول امبارح لقيت زوجه البواب في ريحه اكل صراحه الاول عندها. فانا في التاسع فطالع لسه يعني طالع، فقلت لها انت عامله ايه؟ فقالت لي عامله بسله. قلت لها الله يبارك لك شويه. عندنا اربع اسئله ثقافيه يا استاذ خالد، جاهز ليهم ان شاء الله يا حبيبي؟ ان شاء الله. ما هي المسافه بين الشمس والارض؟ قول انت. 150 مليون كيلو، 90 مليون كيلو، ولا 170 مليون كيلو؟ 150 و100 وكام و100 وكام؟ 150 و90 و170. لو يبقى 170 لو في اجابه صح في دول. 170 اجابه خاطئه باذن شكرك. الله. اشكرك. هي 150 مليون. 150 مليون. السؤال الثاني، من مبتكر شخصية الأراجوز؟ شخصية الأراجوز. الأتراك؟ لا لا، أتراك إيه؟ الصينيين. الصينيين. طبعا. دي إجابة صح قبل ما تختار. بقول لك لا الصينيين دارسها أصلي. السؤال الثالث، أين ومتى أنشئت أول إذاعة عربية رسمية؟ 1930 في العراق، ولا 1928 في المغرب، ولا 1934 في مصر؟ 1934 في مصر. إجابة صحيحة وربنا يوسع عليك. آمين يا رب. ما هو الموطن الأصلي
للباذنجان؟ مصر. الهند ولا مصر. الصين ولا السودان؟ عمال تقول مصر ولا الهند. الصين السودان. ماشيها السودان. غلط وربنا يوسع عليك برضه. هي الهند. انا ما بحبش البتنجان والله خالص، عشان كده مش متابع الهيستوري بتاع البتنجان. ودلوقتي جه سؤال حضراتكم في المنازل، واللي هيقدمه لكم النجم الفنان خالد صالح. ما هي لغة كوبا؟ الإنجليزية، الأسبانية، البرتغالية؟ أنا الصح، أنا اللي بقول الصح. أنا اللي شايف. أنا اللي بقول الصح. أنا اللي شايف. عايز اقول لك ان انا في قمه السعاده انك شرفتنا خلود. ربنا يوسع علينا وعليك، وبجد انا سعيد بجد، وكل طاقم البرنامج الحمد لله رب العالمين. وعشان انا فرحان بيك جدا، لان انت صاحبي قبل ما تكون فنان انا بحبه. الحمد لله. هدي لك شرف ختام الحلقه. انا سعيد جدا ان انا كنت مع حضراتكم النهارده، وسعيد بدعوة طلعت جدا بالبرنامج، ويا رب يكون اللي في دماغي يستحق اللي بتسمعوه، وربنا يوسع علينا جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله. انا برضو المذيع لازم اقفل الحلقة يعني.